السلام عليكم. احنا ان شاء الله هنشرح النهاردة شابتر 4. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن شابتر 3. شابتر 3 كان بيتكلم عن enhancement في السبيشال دومين. احنا هنتكلم النهاردة عن شابتر 4، هنعمل enhancement للايمج بس في دومين تاني خالص اللي هو الفريكوانسي دومين. عايزين نعرف شوية معلومات عن الفريكوانسي دومين. الفريكوانسي دومين بياخد الصورة بيحطها لك في دومين تالت خالص بعيد عننا ما نعرفوش. الدومين ده بيرسم الصورة في 3D. اللي احنا هنتعامل معاه مش الصورة، البروجيكشن بتاع 3D اللي في الفريكوانسي دومين على 2D. ال2D اللي احنا هنتعامل معاهم اسمهم اليو والفي بدل الاكس والواي، هنتعامل مع اليو والفي. ده مقدمة سريعة. انا بس عايز اتكلم عن الايمج بتاعتي. الايمج بتاعتي ان شاء الله هتبقى عبارة عن كده، يعني ادي الدومين اللي انا شغال فيه. فالصورة بتاعتي عبارة عن، هقول ان هي value. الفاليو دي ليها امبليتيود زي ما احنا درسنا في الهيستوجرام في المحاضرة اللي فاتت. فالامبليتيود اللي هنا هو عندنا هنسميه الاي امبليتيود. فلو الصورة بيضة الاي هتبقى ب255، طيب لو جري شوية هتبقى في حدود 200 and so on. وعايز اقول اتكررت في كام بيكسل، يعني عندي كام بيكسل حجمهم 255 او حجمهم ايه، فكررت كام بيكسل والصورة كلها كام بيكسل. يعني لو الصورة كلها 1000 بيكسل انا عندي 50 بيكسل الامبليتيود بتاعهم كذا. هناخد الشكل ده وهنحوله في الدومين بتاع الفريكوانسي دومين. الشكل ده زي ما احنا شايفينه is a discrete value. value اهي قبليها قيم بعديها قيم، فدي discrete value. فاحنا عايزين نتكلم بصفة عامة عن الفورير ترانسفورم، ونتكلم اكتر عن الفورير ترانسفورم اللي هيحول لنا الدنيا للفريكوانسي دومين. فورير قال ان اي شكل في الدنيا اقدر احوله لمجموعة ساينوسويدال ويفز. الساينوسويدال ويفز دي اقدر استخدمها علشان اسهل على نفسي. فهو حول اي ويف في الدنيا لمجموعة ساينوسويدال ويف، يعرف يعمل فيها التكاملات بتاعته بحيث ان التكامل بتاع الساين او الانتجريشن بتاع الساين اسهل بكتير من ان انا اعمل دالات معقدة او فانكشنز معقدة تمام. احنا هنفتح مع بعض الشابتر زي ما هو موجود في الكتاب كده. هناخد في الاول الشابتر عبارة عن فورير ترانسفورم، وهنابلاي على الفورير اللي طلع لو باس فلتر وهاي باس فلتر زي ما اخدنا في الشابتر اللي فات اللينير والنون لينير فلتر. فهناخد لو باس فلتر وهاي باس فلتر. في الاول هنا هو اتكلمك عن الفورير ترانسفورم في ال 1 دي. ادي شكل الفورير ترانسفورم، بس فورير ترانسفورم هنا بيتكلم على انتجريشن. فالانتجريشن دي بتتكلم عن الكونتينيوس فاليو، اما احنا عندنا ديسكريت فاليو. فهو هنا بيدي ديفينيشن وبيشرح الحاجات اللي احنا اخدناها في تانية كهربا في الرياضة. ده مجموعة شوية الحاجات. احنا ده اللي يهمنا الديسكريت فاليو. فالديسكريت فاليو بيحول الانتجريشن لسيجما، واحنا عارفين اساسا ان الانتجريشن هو عبارة عن سيجما. فهو بيحول الانتجريشن لسيجما. فادي الانتجريشن في الـ1D، وده مش هممنا قوي، احنا عايزين نتكلم عن ال 2D discrete Fourier transform. وادي الانفرس بتاعه، فادينا شفناه وشفنا الانفرس بتاعه، شارح منه شوية حاجات. فاحنا هنقراها ونفهمها. وهنا بيتكلم عن الريال بارت والايماجينري بارت اللي موجودين في الصورة. ده ال 2D transform اللي احنا يهمنا قوي، هي دي المعادلات اللي احنا هنستخدمها. لو احنا فاكرين في الرياضة الشكل ده لما انا بحوله بالفورير ترانسفورم بيطلع لي ويف. الويف دي اسمها السينك ويف، لو الناس فاكراها بتقل من هنا وبتزيد
بتقل تدريجيا، ليها طبعا امبليتيود وليها فريكوانسي، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الشابتر بتاعنا في الفيسبوك شغال بتاع. ماشي، بيقول لك ادي الصورة هتطلع لي بالشكل ده، ادي الصورة لما عملت عليها فورير ترانسفورم اداني السينك فانكشن. طبعا زي ما احنا شايفين السينك بتترسم بالطريقة دي، فهلاقي ان الامبليتيود ده عالي، عالي يعني قيمة قريبة للابيض على حسب طبعا الفاليو بتاعتي. فهلاقي ادي هي القيمة، مش ده اولنا زيرو، واحنا اتفقنا ان الكيرف عندنا الاوريجين بتبتدي من هنا. فلو انا افترضت طبعا الرسمة دي على ال1 دي ودي على ال2 دي، بس لو انا افترضت ان انا دي رسمة 1 دي فانا شغال على اليو بس، هلاقي ان هي فعلا وايت هنا وبتقل تقل 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 وترجع تزيد تزيد تاني and so on، فهترجع تزيد هنا اهوت زي ما احنا شايفين. بس الكلام ده ما ينفعنيش، لان انا محتاج ان انا العب في الصوره، فمحتاج اعمل شيفتنج للصوره علشان الابيض ده يبقى هنا اهوت. فانا كل اللي انا عملته ان انا عملت شيفتنج، فالابيض ده بقى زي ما احنا شايفين هنا اهوت، ادي الابيض بقى هنا اهوت، عملت شيفتنج. فزي ما احنا شايفين هنا اهوت، نبص على الشيفتنج، عمل شيفتنج للاي مع البي، فالاي اتبدلت مع البي، وبعدين عمل شيفتنج لان احنا 2 دي، ف والسي طبعا اتبدلت مع دي، وما عمل شيفت تاني فالدي اللي كانت هنا طلعت فوق والسي طلعت فوق والبي والاي نزلوا تحت، فبقى الشكل عندنا بعد الشيفتنج ده. ده علشان الماتلاب لو احنا شغالين، فبنشتغل بفانكشن في الماتلاب اسمها الاف اف تي شيفت علشان تحول لي الشكل ده للشكل ده، وده اللي احنا هنشتغل عليه. فأي صورة هتتحول للشكل ده هو بنفس المنظر ده. عايزين نفهم اكتر، ادي الامبليتيود بتاعي لو افترضت ان انا ماشي من الاتجاه ده، فهلاقي الامبليتيود بتاعي اهوت، وادي اتكررت البيكسل هنا اهوت، فهتترسم اللي بيترسم بالطول هيترسم بالعرض هنا اهوت. فلاقي ان الجزء ده هو الجزء اللي هنا ومتكرر، ادي سينك ويف، عليت ابيض وطيت اسود، عليت ابيض وطيت اسود، لغايه لما توصل للبيك بتاعت السينك فنلاقي الابيض واضح قوي ويقل تاني الابيض تدريجيا. ونفس الكلام لو انا مشيت من الناحيه دي هيديني الجزء اللي هنا. طبعا اي صوره في الدنيا نقدر نحولها زي ما احنا شايفين، وبعدين بعمل عليها شيفت فبتطلع لي في المنظر ده. الغرض ان احنا نعمل ايه؟ ادخل الصورة بتاعتي اعمل عليها بري بروسيسنج زي ما احنا اشتغلنا في الشابتر اللي فات. فما اشتغل في الشابتر اللي فات اشتغلت حصل فيه ايه؟ عملت لينير فلتر ونون لينير فلتر، عملت بلورينج، عملت شاربنينج، نظفت الصورة بتاعتي شوية، بابلاي الفورير ترانسفورم بتاعي. فما عملت ابلاي للفورير ترانسفورم طلع لي اف اوف يو في بدل اف اوف اكس واي، هابلاي الفلتر بتاعي اتش اوف يو في فهيديني الفلتر ده. هرجع الصوره تاني وعمل عليها بوست بروسيسنج بعد ما تطلع عندي الصوره، ممكن اعمل عليها شويه انهانسمنت في السبيشال دومين فتطلع لي ده الصوره اللي طلعت معايا في الاخر الجي اوف اكس وواي. هنتكلم دلوقتي عن الفلتر اللي احنا هنشتغل بيه. فهناخد اتنين فلتر، لو باس فلتر وهاي باس فلتر،